أشادت لجنة القيم بمجلس النواب بنجاح وزارة الأوقاف على المستويين الأممي والدولي في نقل واستعراض التجربة المصرية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار وفي سابقة دولية لم يشهدها العالم كله فيما يتعلق بتحقيق دولة المواطنة المتكافئة ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. وأشارت لجنة القيم بمجلس النواب لإعراب ممثلي الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمية عن أمالهم في أن تعم التجربة المصرية العالم كله وأن تعبر حدوده. وفيما له صلة أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن تجربة التنسيق والعمل المشترك بين واعظات الأوقاف والراهبات والمربيات قد لاقت استحسانا وتقديرا وترحيبا دوليا كبيرا لإسهامها في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام الآدمية دون أي تمييز. وذكر وزير الأوقاف أن تلك التجربة المشتركة جرت أيضا من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة، لا سيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني، والتي عرضها في مناقشات الأمم المتحدة حول التجربة المصرية في التعايش السلمي ومواجهة التطرف ضمن الحلقة النقاشية التي أعدتها بعثة مصر على هامش مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف والعنف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.